خلينا بقى نروح لمباراة اليوم، مباراة هامة جدا خصوصا بعد انتهاء مباراة منتخب الكاميرون ومنتخب مالي، المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5 وفاز منتخب الكاميرون على منتخب مالي بهدف مقابل شيء كده، تقلصت فرص مالي واحد من المنتخبات القوية جدا واللي كان عليها كلام كتير جدا قبل بداية البطولة، ولكن منتخب مالي أو كده خرجت كمان من البطولة، وكده مالي خرجت من البطولة والكاميرون عندها فرصة كبيرة جدا جدا بعد فوزها في هذه المباراة. النهاردة فازوا وقبل كده تعادلوا، وبالتالي 4 نقاط عند مالي أو أنا آسف عند الكاميرون. النهاردة إن شاء الله منتخبنا الوطني إن شاء الله يصل لنقطة 6 ويتأكد وصوله، وتبقى المباراة الأخيرة ما بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، تبقى بس في المراكز مين اللي هيبقى مركز أول ومركز تاني، لأنه لو كسب منتخبنا الوطني لو كسب غانا هتبقى أيضا فرص غانا في الوصول إلى الدور التاني فرص صعبة جدا، ولكن في النهاية الموضوع في إيدينا، الموضوع في إيد المنتخب الوطني. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني اللي هيبدأ بتشكيل، عايز أقول لحضراتكم أيضا التشكيل منتخب. طيب خلينا نبدأ الأول باستعراض جرافيك مباراة اليوم، وبعد كده هنقول لحضراتكم تشكيل منتخبنا الوطني لهذه المباراة. مباراة مالي والكاميرون كانت في الجولة الثانية في المجموعة الأولى، وفازت الكاميرون على مالي بهدف مقابل لا شيء، والنهاردة إن شاء الله أيضا بعد قليل أو بعد أقل من ساعة غانا ستلقي منتخبنا الوطني، وإن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني. إن شاء الله يوم الجمعة أو بداية البطولة كانت يوم الجمعة 8 نوفمبر، منتخبنا الوطني لقى منتخب مالي وفاز بهدف مقابل لا شيء، أحرزه نجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد. منتخب الكاميرون تعادل في المباراة الثانية مع منتخب غانا بهدف مقابل هدف لكل فريق أو لكل منتخب. السبت 9 نوفمبر منتخب نيجيريا اتغلب من منتخب كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء، والتعادل السلبي ما بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب زامبيا في المجموعة الثانية. باقي مباريات الجولة الثانية إن شاء الله بكرة يوم الثلاثة 12 نوفمبر، كوت ديفوار سيلاقي جنوب أفريقيا وزامبيا ستلاقي نيجيريا أيضا في إطار المجموعة الثانية. مباريات الجولة الثالثة هتقام يوم الخميس في نفس الميعاد، مباريات الجولة أو المجموعة الأولى مصر والكاميرون ومالي ستلاقي غانا. أما يوم الجمعة أيضا تقام مباراتين في نفس التوقيت، نيجيريا ستلاقي جنوب أفريقيا ومنتخب كوت ديفوار سيلاقي زامبيا. منتخبنا الوطني عمر رضوان، عمر صلاح ومحمد صبحي، دي قائمة منتخبنا الوطني. أما خط الدفاع أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان بكر، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي. أما خط الوسط أكرم توفيق، غنام، محمد عمار، حمدي ناصر، ماهر، محمد صادق. خط هجوم المنتخب الوطني الأولمبي، رمضان صبحي، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، تامر ناصر، منسي. الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني. طيب قائمة منتخب غانا، كوامي بيا وريتشموند آي وإبراهيم دونالد وكينجزلي فوبي وإدوارد وإيمانويل وفوسيلي وحبيب محمد وويليام ديكيني. أما خط الوسط إيفانز أوسي أوسو وياو إيبوا ومايكل وإيمانويل وسامويل وسيمون. وخط الهجوم روبابا منسيا وفرانك أرهن وروبن بولي ونور الدين عبد العزيز وإيفانز منسا وأوسو كوابينا. دي قائمة المنتخب الغاني. إبراهيم تانكو هو المدير الفني. طيب خلينا بقى نروح للتشكيل، لو التشكيل جاهز معاك يا سمير لو سمحت برضو تقوله لنا. طيب خلينا نروح لتشكيل مباراة اليوم لمنتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني حالا هجيب لحضراتكم التشكيل. محمد صبحي في حراسة المرمى، كريم العراقي اللي أثبت جدارة الحقيقة ناحية اليمين في منتخبنا الوطني، وأسامة جلال ومحمد عبد السلام 2 في وسط الملعب المدافع، وأحمد رمضان بكم 3 النهاردة هيلعب بيهم الكابتن شوقي غريب، أحمد أبو الفتوح ناحية الشمال. أما وسط الملعب
هيبقى اكرم توفيق وعمار حمدي اثنين في وسط الملعب، ورمضان صبحي ناحيه الشمال، وصلاح محسن ناحيه اليمين، ونجم منتخبنا الاولمبي مصطفى محمد. ده التشكيل اللي هيبدا هذه المباراه، طبعا باختلاف لاعب واحد فقط اللي هو عمار حمدي اللي نزل بديلا لناصر ماهر اللي اتصاب وخرج من قائمه المنتخب، ولكن بقيه اللاعبين هيلعبوا بنفس التشكيل وبنفس ان شاء الله التشكيل، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه.